عندنا المثال الأول pairing moment diagram مبين بالشكل التالي على فرضية أنه كل واحد مليمتر يساوي 5 نيوتن متر، والكرانك أنجل اللي هو كل واحد مليمتر راح يساوي 1 ديجري، يعني هنا سكيل فيكتور أنه قال كل واحد مليمتر يساوي أنها كذا، راح يعيد نفسه بالإنجن والأريا أبوف يعني موجودة متكيها بالتسلسل، يعني أول وحدة اللي هي 295، ثانية 685، ثالثة 40، 340، وتستمر احسب مقدار الماس اوف الدايمتر متكيها في الاي ويل اوف ريم، وين عندما كوفشن اوف فلكتويشن سبيد هالكثر والانجن هالكثر تدور، احسب مقدار كروس سكشن اوف ريم وين ذا ويث اوف ات از ويست اوف ثيكنس، اسيوم ذا دنسيتي اوف ريم ماتيريال 7250 كيلوغرام متر تكي. راح نبلش شويه. اول شيء انه الام هو الكتله مال الفلاوي بالكيلوغرام. اول شيء نوجد مقدار ماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي للديرنج تيرنج مومنت دايجرام مبين بالشكل التالي، كل واحد مليمتر يساوي لنا 5 نيوتن والسكيل موجود، فلذلك راح يبين انه كل 5 مليمتر 5 نضربها في باي على 180 يعني بتطلع لنا السكيل اللي هي 0.087 نيوتن متر. تمام، راح نبلش هسه وحده وحده. السكيل خليه على صفحه. اول شيء شو يقول لنا انه الطاقه بالاي اللي هو اي، الطاقه بالبي راح تصير 295 زائد اوكي، هنا راح تصير ناقصها من المجموع، وهنا راح نزودها 40، وهنا ناقصها 348، وهنا نزودها 960، وهنا ناقصها 270 تساوي في الاي. هذا ممكن نطبقه. بعد ذلك شو نسوي؟ نقول الماكسيمم شو يساوي لنا؟ نشوف اعظم قيمه وين، هي اعلى قيمه وينها صايره، هاي اعلى قيمه، واقل قيمه اللي هي هاي بالاي. راح نوجد الماكسيمم والمينيمم، اوجدنا الماكسيمم انرجي والمينيمم انرجي، لذلك نوجد مقدار ماكسيمم فلكشويشن اوف انرجي، طلعت لنا اي زائد الاي راح تروح ويا الاي، تطلع لنا مقدارها هالكثر مليمتر تربيع، نضربها في السكيل عم تتحولها المان الى النيوتن. ممكن ان نعرف انه الماكسيمم فلكشويني انرجي اللي هي 86 متكلم السؤال، قانون مالها موجود، ممكن نطلع الكتله مباشره. والكروس سكشن ممكن نستخدمها عن طريق الاريا موجوده، او عن طريق انه الكتله تساوي لنا الحجم في الرو كل الموجودات، ومن طريقه نطلع مقدار التي على اعتبار انه التي والبي اكو علاقه، مثل انه لان بالسؤال هو علاقه ضعف، وممكن من خلالها نطلع البي ونطلع ال ايضا اريا موجوده بين الاوتبوت والانبوت. مثال ثاني ومطينا الاريات كلها الموجودات، ناقص 35 400 موجب سالب حسب ما موجود، اي شيء فوق المين تيرنج لاين يصير موجب، اي شيء هو راح يكون سالب. ايضا سكيل كل واحد من المتر هالكثر مطينا اياه ريزولوشن، والفكشن ما يتجاوز 2% من المين، اي انه انه السبيد ما الفلكشويشن اوف سبيد ما تتجاوز اكثر من 2% من المين فيلوسيتي اللي هي ال V1 زائد V2 على 2. الريم متكياها دايمتر، ليس متكياها الريم ريكتانجلر ايضا ضعف، اهمل مقدار تاثير الريم. لا كتله يعني مباشره نفس الشيء. راح نبلش هسه ايضا نقطه نقطه نبلش في الاي هي الاي، في البي اي ماينس 35، بالسي اي ماينس 35 زائد 410 تستمر حسب ما موجود عندنا. ما تصور صعبه. ايضا نوجد ياهي اعظم وحده وياها ويا اقل وحده الماكسيمم والمينيمم، انه بنستعمل انه نقص يطلع لنا مباشره، نضرب السكيل اللي اخذناه قبل شوي يطلع لنا مقدار الانرجي. الانرجي هذا قانونها ثابت، ومن عندها راح نطلع مقدار الكتله مباشره. والكروس نفس ذلك الثانية ضعف، ايضا نقول الاريا ايضا موجودة، ومن عندها يعني بلش نطلع انه موجود عندنا التغير في الانرجي فلكشن انرجي، الاريا ايضا موجودة عن طريق التي عندنا مقدار التي مباشرة. ايضا مثال ثلاثة سينجل دبل ستيم، يعني اعتبر نفس الشيء
واذا ما فهمتوا اي شيء بس اعطوني سؤال وانا اجاوب عليه. نفس الحركات ايضا، ما بي اي شيء، نفس الاشياء اللي موجوده.